نرحب وإياكم بدفعة اللغة العربية للتعليم المتوسط. هكذا كانت أجواء حفل التخرج لطلبة المدرسة العليا للأساتذة بالأغواط، وهم يعيشون لحظات جميلة ومميزة برفقة الأولياء الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن. نلتقي اليوم باسم المدرسة العليا للأساتذة طالب عبد الرحمن الأغواط في حفل التخرج لطلبة قسم اللغة العربية تخصص أستاذ لغة عربية متوسط. كان حفل في جو بهيج ممتع، رفقة الطلبة المتخرجين الأساتذة وأوليائهم. جد ممتنة وفخورة لأكون مصدر فخر لعائلتي ولأمي وأبي. الحمد لله، الحمد لله الذي حققت لهم الحلم الذي طال انتظاره. الحمد لله بنعمته تتم الصالحة. وهاتي أمي جنبي حفظها الله، وهذا والدي حفظه الله ورزقه الصحة والعافية. كما تعلمون أنا اليوم أستاذ خريج في مادة الأدب العربي، أسأل الله أن يعينني على دراساتها. اليوم جاءت عائلتي الكريمة من ولاية سمسيلة بالتحديد بلدية برج بنعامة كي تشاركني فرحتي اليوم بمناسبة تخرجي أستاذة للتعليم المتوسط لغة عربية. أنا فرحة سعيدة ممتنة وجد مسرورة. أما عن الأولياء فمنهم من رقص من شدة الغبطة ابتهاجا بنجاح فلذة الكبد. حمد ربي مشكور، أنا فرح بزاف شرفني، نتمنى الخير إن شاء الله، ونتمنى كاع لخاوتي اللي قراو معاه اللي تخرجوا معاه، نتمنى لهم الخير. فرحانة اليوم به بزاف، ونشكر كل الأساتذة، نشكر كل الطاقم اللي سهر على هذه الحصة، نشكر كاع قناة الشروق. أجواء جميلة امتزجت فيها الدموع بالسعادة وأمال مستقبلية لتحقيق الأهداف السامية في نيل المناصب المتوخاة.